الحلقة اللي فاتت بتاعت النسكافيه جولد كنت وعدتكم ان انا هعمل شورت سريع عن النسكافيه جولد الكيسين الصغيرين دول. هنجرب الاول النسكافيه الجولد العادي اللي هو الريتش اند سموث. نصب المكونات، نصب شوية مية، شوية لبن. بصوا، هو اللي انا بحسه النسكافيه الجولد عن النسكافيه العادي ان النسكافيه الجولد المراره بتاعته اخف شويه، وطعم القهوه فيه متغير سيكه عن النسكافيه العادي، بس الطعم حلو برضه. يعني لو ادينا تقييم للنسكافيه الجولد ده هنديله 8/10، طعمه حلو. وتاني نوع معانا النسكافيه جولد هو النسكافيه جولد الاسبريسو، كاتبين 100% ارابيكا. نفضي المكونات. هنا النسكافيه الجولد ده شايفين كله بودره خالص، مطحون عكس التاني كان شبه الطوب الصغير كده، وعمل وش من اول ما صبيت عليه ميه. بس شكلي هحبه ده. بصوا، هو مميز النسكافيه الجولد الاسبريسو ده في كذا حاجه. اول ما حطيناه كده وصبينا عليه الميه لقيناه عمل صوت فوران خفيف كده وعمل وش بسرعه جدا. وتاني حاجه، طعم القهوه هنا تقيل ومختلف، طعمه مميز، طعم اسبريسو فعلا. فلو ادينا تقييم للنسكافيه جولد الاسبريسو ده هنديله برضه 8/10، وبكده نبقى احنا جربنا النوعين، النسكافيه الجولد العادي والنسكافيه الجولد الاسبريسو. سلام.